عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو النهارده جديد باذن الله في ايكيا. هنخش نشوف مع بعض عندهم عروض ايه وعندهم ايه اللي عليه تخفيضات وكده. طبعا ايكيا معروفه في حتى في كل الدول العربيه دلوقتي وفي مصر، لانها من الاماكن يعني الرخيصه في العفش وحاجات المطابخ والحاجات دي. في زحمه شويه عشان احنا في راس السنه. طبعا هي رخيصة لسبب ان كل حاجة بتتركب، يعني انت تركبها من نفسك، مش حد بيساعدك ولا هم بيركبوها لك، يعني بتاخد الحاجة، الدولاب، السرير، الترابيز، اي حاجة حتى لعبة الاطفال بتعملها من نفسك. تمام، هنخش كده نشوف مع بعض الدنيا عاملة ايه جوه.
مايا مربوطة كيس حاسة تقع عليكي دي.